مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، كما كتعرفوه تهزت مدينه تيزنيت بجريمه قتل سائحه من طرف انسان مختل عقليا. غنسولوا الناس وناخذوا ارتصامات ديالهم، شكون المسؤول الاول عن هذه الجريمه؟ لا بغيتوا تعرفوا شكون يلاه معنا. عرفتي الجريمه اللي وقعت، يعني ذاك المختل عقليا قتل واحد سائحه فرنسيه في تيزنيت؟ كنت سمعت على ايه، وكنا شفناه في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الناس بزاف اللي شافوه تكلموا عليها. وشكون المسؤول في نظرك الاول على هذه الجريمه؟ هو المسؤول، انا على حسب ما شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى حسب اللي شفنا في وسائل الاعلام، بان هذا قالوا بانه مختل عقليا، يعني مرفوع عليه القلم. ماشي هذيك الدرجه، ولكن يعني ان ممكن ان الاسره ديالو تتحمل المسؤوليه، يعني المسؤوليه جماعيه، يعني الناس اللي فحال هكا مختلين عقليا يعني خصهم يعني ما يبقاوش يعني امام الناس يعني غاديين في الطريق، وهادي يعني خص المسؤولين يشوفوا شي حل بالنسبه للظاهره هادي. ونتمنوا ان الظاهره ان هي قلات شويه ولكن باقا موجوده. ما عمرك تعرضتي حتى شي واحد مختل عقليا انه باغى يضربك ولا هيب عليك بشي حاجه ولا؟ لا ما تعرضت، ولكن شفت امام الاعين ديالي يعني تيكونوا حالات بحال هكا، يعني مجرد ان تيدوز حامل شي حاجه في يدي ولا شي حاجه بحال هكا يعني كتخاف. وهذا مساله طبيعيه، ان انسان راه فاقد كما تيقولوا الاهليه وفاقد هادي، راه ممكن يرتكب اي جريمه. جريمة وقعت في تيزنيت وماشي الاولى ولا الاخره كيف ما كنقولوا، ولكن هذه الجريمه يعني راه يعني قتل فرنسيه من طرف واحد يعني مختل عقليا. بغينا نعرفوا شكون المسؤول يعني الاول في هذه القضيه هذه. المسؤول الاول ما غاديش ندخلوا كيف ما كنقولوا في الكواليس، نقدروا نقولوا عائلته، ولكن ما غاديش نلقاو عليهم اللوم 100%. الا كانوا حتى عائلته حتى هما خاصهم رقيب كيف ما كنقولوا، راه ماشي اي مختل عائلته كتكون مسؤوله. وبالدرجة الأولى كاين شي مناطق في المغرب خاصها تبان في الواجهة وتحط فيها الأمن، وما تكونش كيف ما كنقولوا منبوذة 100%، لأن كتكون ضرب للصورة ديال المغرب. شفنا الجريمة ديال السياح اللي كانوا تقتلوا في الجبال في الماضي القريب، يعني هذا الشيء ما غاديش يتوقف إلا ما كانتش مراقبة، وكان كيف ما كنقولوا الجانب الأمني اللي يتعالج بصفة إيجابية أكثر. يعني رساله منك يعني اللي عنده طرف كبير في هذه القضيه. بالنسبه للمسؤولين، انا كنحمل اي حاجه كتكون سلبيه راه كيتحملوها المسؤولين، لان علاش خاصها تكون واحد كيف ما كنقولوا الرقابه على بعض الامور، انا ما خاصش تكون كيف ما كنقولوا مجال للسيبه ومجال التسيب، لان هذه صوره البلاد ماشي صوره واحد ولا جوج، صوره بلد باكمله وضرب للسياحه، لان كاين بعض المناطق الناس كما كنقولوا كتقتات وكتعيش مع السياح. الا شفنا الا كانت تضر واحد او جوج تقدر تكون تضر ساكنه باكملها. وانت ما عمرت تعرضتي لشي هجوم من شي مختل عقليا؟ والحمد لله الساعه الحمد لله ربي منجينا منهم. احنا متعرضين للهجوم من ناس بعقلهم، ماشي مختلين عقليا، مختلين انسانيا ومختلين فكريا، وراه هادشي راه معروف، ماشي وليد اللحظه يعني وليد اليوم، مختلين كيف ما كنقولوا مختلين الاحساس، مختلين الانسانيه، مختلين التفكير. لا حول ولا قوه الا بالله، ديك السيده راه مسطي، وكنتمنى الدوله تشد هاد الناس مسطيين وديهم السبيطار ديال الحومه كيتعالجوا. علاش كتكون ناعس كتكون ناعس شي جرطه وشي واحد يضربك وانت ما تسمعك؟ هاد الناس خصهم يتعالجوا ما يخليهمش هنايا، راه هادو كيأذيو المجتمع. يعني المسؤول شكون المسؤول الاول؟ المسؤولين ديالو الناس ديال الحكومه والناس ديال الدوله هما اللي خصهم يتكلفوا بهذا الشيء، وباش السياحه تدخل علينا البلاد، وحنا مع السياحه ديال المغرب. وما عمرها طرات لك انت كنتي غادي وشي واحد يعني مختل عقليا نز شي حجره بغى يضربك ولا ضربك؟ واحد المره كنت مازال صغير ضربني واحد الدري بكروشيه، كنت مازال صغير وضربني الحومه قادوا الضربه ديالهم صعيبه الله يسر. راه خصهم يشدوه ما يخليوهاش يطلو، علاش هذا المجتمع ديالنا. اييه في راسنا هاد الايام ماشي كيتداول بزاف في التواصل الاجتماعي. وشكون المسؤول في نظرك يعني المسؤول الاول؟ المسؤول الاول انا كان مسؤوليه للدوله، والمسؤوليه الثانيه للمواطنين اجمعين، يعني كل واحد يرد كل واحد يعني زعما اللي كيعطي بالنصائح لهاد الشباب هادو اللي هما متشردين في الزنقه، من الاحسن يكون
غادي زعما غيستافدوا منهم، يعني خصوصا دابا كثر هادشي ديال المتشردين في الزنقه انسان تي، ولكن هادشي يعني هادو ماشي متشردين، هادو راه يعني مختلين عقليا. ولكن راه المتشرد حتى كيولي مختل عقليا، يعني ملي كيستعمل السيليسيون وتيبات في الزنقه وتي راه تيولي مختل عقليا، يعني طبيعه الحال ملي غادي يكبر غيولي مختل عقليا، يعني انت كتستعمل واحد الماده اللي كتدوخك يعني مما غادي تكبر راه داك العقل شحال قد يبقى يستحمل هذاك الدوليو وهاد السيليسيون وكثرة المخدرات وداك الشيء، راه طبيعة الحال غيولي. ورسالة منك؟ رسالة مني تنقول لأي واحد اللي يقدر يعاون ولو بنصيحة يعاون، يعني أنا غادي ننجح المجتمع، يعني إلا نجح المجتمع راه كل شيء غادي ينجح، ما يبقاش هاد الشيء غينقص. اما كل واحد اللي تيشوف غير من جهته راه ما عمرت شي حاجه. انت ما عمرك تعرضتي بحال الطريقه شي واحد مختل عقليا وقف لك هز عليك شي حجره ولا بغى يضربك؟ انا صراحه ما عمرني تعرضت، ولكن اللي تنشوفوا الناس اخرين اللي هما تيتعرضوا لهادشي. ورساله للمسؤولين؟ الرساله للمسؤولين كنقول لهم اللي في المكان ديالو يقوم بالواجب. اه فخباري. والغلط منين؟ واش من المختل عقليا ولا منين؟ لا الغلط من السلطات، هما اللي خاصهم يتكفلوا بالناس المسطين مساكن، هما ما عليهم والو، يعني هما ما عليهم حتى شي دخل، علاش؟ حيت هما اصلا مواعينش بداك الشيء اللي كيديروا فيه، هما مساكن مرفوع عليهم القلم كيف ما كنقولوا حنا المغاربه اللي معروفين يعني بهذا الشيء، دونك خاصهم السلطات اللي خاصهم يتكفلوا بهذا الشيء، وخاص الطب يعني هما اللي يوقفوا معاهم. راه حنا راه ولينا في واحد الزمان دابا اللي بزاف كاع الامر الدراري كتولي غاده في الشارع وخايفه. اه تولي دابا غادا خايفه واحد ينزل لك شي دقه ما تعرفي منين يخرج لك، وابار على هاد الناس خاصهم السلطات هما اللي خاصهم يتكفلوا بهادشي.